الحقيقة الرئيس في كلمته دي كان حريص على المصارحة مع الشعب والإصرار على أن العمل الجاد المستمر هو اللي هيحقق أهدافنا، وده كان واضح جدا لما قال أنه كل اللي حققته مصر لغاية دلوقتي ده بس خطوة من 1000 خطوة. دروس مهمة جدا عرضها الرئيس قدام العالم، منها مثلا تجربة مصر في التعامل مع كورونا، ازاي انه القرار كان انه مصر تستوعب الازمه من غير ما حركه التنميه تتاثر. وده بقى اللي بياكده تقرير افاق الاقتصاد العالميه بتاعه البنك الدولي اللي توقع نمو الاقتصاد المصري السنه دي عشان يوصل لنسبه 5.5% على عكس مسار النمو في اغلب دول العالم، لانه التقرير توقع تراجع معدل النمو العالمي كله بنسبه 4 من 10 تقريبا 4.1%. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان النهارده بيناقش التقرير ده اللي كان فيه مؤشرات ومؤشرات ايجابيه عن الاقتصاد المصري، وقال انه المؤشرات اللي في تقارير المؤسسات الدوليه في البنك الدولي بتبقى زي ما قال كده ايه؟ مرآه واقعيه لتقييم الخطوات والسياسات المتخذه، وقال ان المؤشرات وقال ان المؤشرات دي بتاكد الثقه في مسار الدوله المصريه. الكلام في الاقتصاد ما كانش بعيد برضو عن الجلسة التانية على فكرة في المنتدى النهاردة اللي حضرها الرئيس السيسي أيضا. كانت الجلسة جلسة مهمة جدا يا جماعة بعنوان إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات. العنوان واضح، عن إصلاح ما أفسدته سنوات الفوضى والحروب في بعض البلدان العربية. من الكلمات بقى المؤثرة اللي اتقالت على المنصة النهاردة كانت كلمة المهندس طارق حمود النعماني، ده سفير شباب اليمن في المجلس العربي الأفريقي. الشاب اليمني ده اتكلم بكل أسف عن أرقام مؤلمة لضحايا الصراع في اليمن، وقال إن كل 9 دقايق في طفل يمني بيموت، وقال إنه الجلسة دي لما تنتهي هيكون في 10 أطفال يمنيين ماتوا. ده طبعا نتيجة الصراع اللي أثر بشدة على الخدمات الصحية في اليمن. يا سادة، نحن نعيش اليوم أسوأ ظروف اقتصادية وصحية مرت على اليمن، بل وتم تصنيف اليمن ضمن الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية مرت على العالم. توفى حتى الآن 377,000 مواطن يمني، 60% منهم و60% من تلك الوفيات نتيجة غير مباشرة عن الصراع، ناتجة عن سوء التغذية، ناتجة عن الأمراض، ناتجة عن الفقر، جزء كبير منهم من الأطفال. نحن اليوم خلال كل 9 دقائق يموت طفل يمني، بمعنى أن نحن سننتهي من هذه الجلسة وقد مات أكثر من 10 أطفال يمنيين. تخيلوا 60%، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 75% بحلول عام 2030. خسرت اليمن 126 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي، 20 مليون مواطن تحت خط الفقر، نصف عدد السكان، الناتج المحلي أو المواطن دخل الفرد 1.9 دولار أمريكي، 8.6 مليون يعانون من نقص التغذية.